احتفال مغرب العالم بذكرى وبعيد أساسي عند جميع المغاربة، سواء لكي يعيشوا في المغرب أو لكي يعيشوا في بلدان الاستقبال أي مغاربة العالم. سنحتفل جميعا بعيد العرش المجيد، ذكرى 20 لتربع جلالة الملك حفظه الله على عرش أسلافه المنعمين. بطبيعة الحال هذه المناسبة الغالية هي فرصة كل سنة باش نتفاعل، نتواصل مع مغربة العالم، نتحدث عن الحصية الإيجابية الاستثنائية المثالية لحق المغرب هذه 20 سنة. بطبيعة الحال سنقوم بالوقوف جميعا عند أهم هذه المشاريع، وسنستحضر وسنناقش مشاريع كبرى مثل القطار السريع التجري اللي خلى المغرب يحتل الصدارة على الصعيد الإفريقي. أولا القدرة على التحكم في تكنولوجيا متقدمة للنقل السريع، قدرة الأطر المغربية أن تتكيف بسرعة مع هذا المشروع الكبير، ثم حضوره على المستوى الاجتماعي بحيث الآن بالإضافة إلى أنه تحدي ومعلمة أساسية الآن أصبح وسيلة للنقل عند كل مغربة، واللي كيمس هذا النقل كل الشرائح الاجتماعية بدون استثناء. سنقف عند مشروع طنجة المتوسط اللي بفضل الإرادة الملكية أصبح يحتل المرتبة 45 ضمن الموانئ التجارية الكبرى في العالم، واللي هذه فقط خطوة أولى نحو تحديات أخرى باش يحتل الصدارة ضمن الموانئ التجارية في العالم. سنقف عند طرق السيارة اللي خلت المغرب أنه يحتل الصدارة في إفريقيا بإمكانيات متواضعة لكن بتحدي كبير، ما دام أن البنيات التحتية جزء أساسي من أي مشروع مجتمعي اللي كيأمل باش يكون قوي على المستوى الاقتصادي. سنقف كذلك عند الإنجازات الكبرى فيما يخص الزراعة، فيما يخص الفلاحة، لأنه خلت المغرب يكون دولة مصدرة ودولة أساسية في إطار توازن من أجل أولاً تصدير هذه المنتوجات ومن أجل الحفاظ على الأمن الغذائي الأساسي في هذا العالم المتغير. مشاريع أخرى كبيرة واستثنائية اللي تحققت في 20 سنة وفي مرحلة وجيزة عندما نتحدث مع الخبراء الدوليين تنشدهم بأنهم منبهرين بهذه الإنجازات، لأن 20 سنة هي فترة قصيرة. مغربة العالم اللي هما رسل، اللي هما قنطرة ما بين بلادهم الأصلي وما بين بلدان الاستقبال، غادي يمشيوا فخورين وغادي يمشيوا كذلك مقتنعين بأن المغرب بفضل الإرادة الملكية كيشق طريقه باش بلدنا الحبيب يحتل المكان اللي كيستحق ضمن الدول الكبار. كذلك مغربة العالم غيحسوا بأنهم جزء من هذا المشروع التنموي اللي كتقوده الإرادة الملكية، ويحسوا بأنهم أساسيين. ثلاث اعتبارات: أولا أساسيين مادام أنهم وصلوا في بلدان الاستقبال وأصبحوا جزء منهم كبير صناع القرار على المستوى الصناعي، على المستوى المؤسسات التمثيلية، على المستوى الاجتماعي، إذن حاضرين بقوة على المستوى البحث العلمي. غدا غادي يكونوا طرف أساسي في كل المعادلات ديال التنمية، وغنحتاجهم وغيحتاجهم وطنهم الحبيب باش يستمروا معنا في هذه القيادة ديال نحو تحديات جديدة. كذلك هما غيكونوا واحد القناة لنقل التكنولوجيا الدقيقة اللي محتاجها المغرب، بالإضافة إلى دورهم في الاستثمارات المستقبلية اللي أكيد أنهم غيتفاعلوا بشكل إيجابي باش يحضروا سواء على المستوى الإنتاجي أو على المستوى المؤسساتي أو على المستوى العلمي. مغربة العالم كذلك حاسين بأنهم كيحضروا بواحد رعاية ملكية استثنائية، مادام أن في توجهات الوزارة ثلاث ثوابت أساسية تنذكرها دائما في كل مناسبة: أولا التوجهات الملكية، ثانيا الدستور 2011 اللي أعطى مكانة خاصة لمغربة العالم، ثالثا البرنامج الحكومي اللي تعاقد مع رئيس الحكومة من خلال مجلس النواب مع الشعب المغربي واللي كان ترجموه على أرض الواقع. وأنتم لاحظتوا معايا بعد هذا الإنجاز الكبير على مستوى العمل المسرحي كإنجاز ثقافي لتحسين الهوية،
اليوم احنا في هذه المناسبه الغاليه على الغاليه عند المغاربه كاملين، اليوم غادي نتفاعلوا ونتواصلوا مع مغاربه العالم باش يحتفلوا معنا بهذه الذكرى الغاليه عيد العرش، وفي نفس الوقت غادي يكونوا بمثابه واحد القنطره اللي غتوصل لكل مغاربه العالم هذه الانجازات الكبرى. مغاربه العالم حاضرين في اطار التحصين، اولا تحصين ديال الهويه المغربيه ومقتنعين واعيين، حاضرين كذلك في اطار التحصين الديني مادام انهم مرتبطين بالاسلام الوسطي المعتدل، وحاضرين كذلك في صيانه الوحده الترابيه مادام انهم كنلقاو دائما قوه ضاربه كلما تعرضت الوحده الترابيه الى بعض التوجهات الانفصاليه المدعمه من خصوم المغرب. فاذا غادي اليوم تكون مجموعه عروض، غيكون الاستاذ العبادي اللي غادي يذكر على هذه المرجعيه الدينيه الاسلاميه الوسطيه المعتدله، غادي يكون الاستاذ بن حمو اللي غادي يذكر على مستجدات الوحده الترابيه، وبطبيعه الحال من خلال هذه المرجعيات بجوج غادي هما يستوعبوا لا التحديات ولا الثوابت ولا كيفيه التعاطي مع المستقبل. شكرا.